كان يا ما كان، كان في بيت كبير بتاع باشا غني وابن باشوات، وكان البيت ده له جنينة حلوة قوي، كانت أحلى جنينة في البلد كلها، عشان الجناين اللي كان مسؤول عنها كان أشطر جنايني في البلد، وكان اسمه لارسن. وكانت كل مشكلة لارسن إن في شجرة عجوزة واخدة مكان كبير والغربان معششة فيها، وقرر الجنايني إنه هيقطع الشجرة ومسك الفاس. بس صاحب البيت وصل وقال له: لارسن استنى، انت هتعمل ايه؟ انا مش قلتلك ما تلمس الشجرة دي؟ الجنايني قال له: يا سعادة الباشا، دي شجرة ميتة والشتا داخل، صدقني لو ما شلناهاش دلوقتي ممكن العاصفة تيجي تشيلها، وساعتها ممكن حد يتعور او يتأذي. بس صاحب البيت قال له: معلش، الشجرة دي من ايام جدودي وما ينفعش اشيلها مهما كان السبب. وهنا جت مرات الباشا وشافت الفاس، فقالت للجنايني: هو انت كل سنة هتعمل نفس المشكلة؟ يا ريت تسمع الكلام وما تتصرفش من دماغك، الجنينة دي مش بتاعتك، انت هنا عشان تعمل اللي بنقولك عليه وبس. ولما كانوا بياكلوا من الفاكهة اللي لارسن كان زارعها في الجنينة، قالت مرات الباشا: انا مش عارفة احنا بندفع فلوس للجنايني ده على ايه، الفاكهة طعمها وحش قوي، انت فاكر التفاح اللي اكلناه امبارح عند جيراننا؟ كان طعمه يجنن، مش زي التفاح اللي لارسن بيزرعه لنا، انت لازم تشوف لك حل معاه. ونده الباشا على الجنايني وقال له: يا لارسن لو سمحت، احنا امبارح اكلنا كمثرى وتفاح عند جارنا اسيم باشا، وكان طعمهم حلو قوي، يا ريت لو تسأل لنا الجنايني بتاعهم بيجيب البذور منين. وقالت له الست: ايوه، انت تعرف بيجيبوا البذور منين وتجيب لنا منها بدل الفاكهة اللي بتأكلها لنا دي. وراح الجنايني وقعد يسأل في السوق لحد لما وصل للفكهاني اللي الجيران بيشتروا من عنده، وقال له الفكهاني: والله يا لارسن صدقني، بيت أسين باشا ما بيزرعوش لا كمثرى ولا تفاح، دول بيشتروها من عندي، وهي نفس الفاكهة اللي أنا بشتريها منك، أنا ما باخدش الكمثرى والتفاح غير من عندك أنت. وطبعا دي كانت حكاية غريبة قوي، ولما رجع الجنايني وحكاها للباشا ومراته ما صدقوهوش، واضطر يخلي التاجر يمضي على ورقة رسمية يشهد فيها ان الفاكهة بتاعت الجيران اصلا كانت من جنينة لارسن. ولما رجع لهم وشافوا الورقة كان المفروض يعتذرولو، بس هم اخدوا قرار تاني خالص، قرروا انهم يبعتوا اقفاص من الكمثرى والتفاح لكل العائلات الكبيرة اللي ساكنين جنبهم، وعملوا حفلات مخصوص عشان يعزموا فيها الناس عشان يدوقوا الفاكهة بتاعتهم، وعزموا كمان الأميرة بنت الملك، وكانوا فرحانين إنهم وصلوا للقصر الملكي وبقى عندهم علاقات كبيرة. بس الأميرة كانت ذكية وقالت لهم: انتوا لازم تعرفوا قيمة الجنين بتاعكو وتكرموه على شطارته ومجهوده معاكو، وأنا شخصيا بعتبر لارسن أفضل جنين في البلد وبشكره باسم الملك. وبدأ الناس كلها يتكلموا عن عيلة الباشا اللي اسمها بقى مرتبط بأفضل أنواع الفاكهة، وعرف الناس كمان إن لارسن هو السبب. ومرت الأيام وجه الشتاء وهبت عاصفة قوية وقعت الشجرة العجوزة وكسرت الشباك. تاني يوم راح الباشا للجنايني وقال له: انت كان عندك حق يا لارسن، كان المفروض الناس مع كلامك ونقطع الشجرة دي. ولما جت الست تزعق للجنايني عشان الشجرة وقعت، الباشا قال لها: لارسن ملوش ذنب، لو في حد غلطان في الموضوع ده يبقى انا اللي ما سمعتش كلامه. وطبعا كلام الباشا ما عجبهاش، بس هو كمل وقال لارسن: انا فعلا كنت غلطان، بس دلوقتي انا فهمت وبعتذر لك، مش مهم مين صاحب البيت، المهم ان اللي يعرف اكتر وعنده علم وخبرة اكبر هو اللي المفروض ياخد القرار، ومن هنا ورايح الجنينة مسؤوليتك بالكامل. وفعلا زرع لارسن مكان الشجرة العجوزة الانواع اللي هو شايفها مناسبة للتربة، وفضلت الجنينة احسن واجمل جنينة في البلد،
وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟